Now we are with the general leader of the 23 faction of the Syrian opposition, the Colonel Hassan Rajob, the leader of the Aleppo liberation operation. We're going to ask him about the olive branch operation in general, about what and what happens in Afrin liberation. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. ممكن تحدثنا عن غصن الزيتون وتطورات غصن الزيتون بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بعد مضي يومين على تحرير مدينة عفرين من رجز العصابات البي كي كي وبي واي دي الإرهابية. إن شاء الله العمل العسكري مستمر وفي تحضيرات إن شاء الله تحرير القرى العربية اللي كانت محتلتها عصابات البي كي كي من ترفعت باتجاه دير جميل والمناطق القرى العربية. وفي حال خلصنا من المرحلة هي يوجد هجوم لاحق إن شاء الله بالتعاون والتنسيق مع شقيقة الجيش التركي الشقيق وبمساندة جوية إن شاء الله والاستمرار إلى بنبج وحتى تحرير كامل الأرض إن شاء الله بإذن الله تعالى. حدث تجاوزات في عفرين، ما هي يعني ما التدابير التي اتخذتموها أنتم وما هي يعني رسالتكم إلى المدنيين الذين خرجوا من عفرين والذين يودون العودة إلى عفرين؟ إن شاء الله نحن بشكل عام بأي معركة قد يكون في قلة انضباط وفي تجاوزات، هالتجاوزات كفرقة 23 وكقائد عمليات حلبنا رافضة بشكل نهائي. في حال حصول تجاوزات تصدينا لها نحن بالنسبة لأي عنصر من عناصر الفرقة، ولكن بشكل عام أعطيت أمر أنا لمقاتليني بالانسحاب فورا إلى محيط مدينة عفرين ولمنعا لأي تجاوزات، وأولا وشغلة لمنعا لأي خرق يصير بشكل مفاجئ من عصابات البي كي كي الإرهابية. فهذا الموضوع تم اتخاذ إجراءات من قبل الفصائل المشاركة من فصائل الجيش الحر، وفورا قامت بإجراءات أمنية مشددة لمنع أي تجاوزات واستمرار هذه التجاوزات اللي صارت، اللي نحن أنا كفرقة 23 كقائد عام الفرقة 23 كقائد عمليات حرب رافضة رفض قاطع المدنيين الموجودين هن أهلنا، ولكن هو أنا بالنسبة لي المقصود هو عنصر البي كي كي أو البي واي دي اللي هو عم يقاتلني، ولكن المدني الكردي هو عبارة عن أخ لأن هو مواطن سوري، ما في مشكلة بيننا وبينه نهائيا إن شاء الله. ما هي رسائلكم إلى المدنيين الأكراد أو العرب الذين كانوا يقصدون عفرين والذين غادروا منها بسبب تهديدات أو بسبب ضغط من البي واي دي، ما هي رسائلكم لهم؟ نحن بشكل عام برد نوجه رسالة. نحن اليوم 20/3 منقول لأهلنا في عفرين وكل أهلنا الأكراد الكرد عرب تركمان اللي كانوا بعفرين والغار عفرين، هن أهلنا، البلد بلدنا كلياتنا والأرض أرضنا كلياتنا، فأهلا وسهلا فيهم. اللي بيعرف نفسه أنه هو إنسان وطني سوري بغض النظر عن قوميته، هاي بلده، أهلا وسهلا فيه، ما في حاجز بواب بيننا وبينه، يشرف هاي بيته وأرضه وعرضه وشرفه وأرضه، هن إنا وشرفنا وعرضنا إنا. فأهلا وسهلا بكل مواطن سوري موجود خرج بضغط أو بتهديدات أو نتيجة خوف، بنقول له ما في شيء، تفضل، أهلا وسهلا فيه، ما في شيء. الله يعطيك العافية. الله فيك، أهلا وسهلا فيك. Now as we heard from the general leader of the 23 factions, this is a call for the people of Afrin to go back, and all what happens during the liberation will be stopped, and there will be many steps to make the situation better and better there.